السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة. بص يا جماعة، يعني الواحد بقى يعني أول مرة يحس بمدى الحزن والقهر على إخواته في فلسطين للدرجة دي. معلش اعذروني والله، لا اقسم بالله بجمع كلام بالعافية في الموضوع ده، بس واحد يقول لي ما كنتش تسجل. مش هينفع مش هينفع مش هينفع نسكت، حتى لو ببوست، لو بفيديو، لو بصورة، مش هينفع نسكت، حتى لو ده اللي في ايدينا مش هينفع نسكت. يعني ما الموضوع اصعب من مخيلة اي حد، ان يطلعوا البلطجية مش عارف اقول ايه والله العظيم، السفلة المش بني مش بني ادمين، يعني دول بهايم مش بني ادمين، ده البهايم بتفهم عنه، يضربوا مستشفى. والله اقسم بالله الموضوع يعني مهما حكيته لحد في فيلم مش هيتخيل، يعني مستشفى ويكلموا قبلها مش عارف الهلال الأحمر ولا مين، يقولوا له الدنيا آمنة وندخل المدنيين والناس والأطفال جوه، يقول لهم آه، بعدها بدقايق يطلعوا يقصفوا المستشفى ويسووها بالأرض. ما هتقول ايه؟ والله اقسم بالله ما يعني ما هتقول ايه طيب؟ يعني قسما بالله حاجة في منتهى الحزن، والأطفال ونساء وشباب، ناس رقيدة فراش بتتعالج من إصابات قبل كده، من ضرب فيهم قبل كده، صواريخ وبقنابل وبقرف، فأنت مدخلهم تروح ضرب عليهم؟ يعني انا مش مستوعب اقسم بالله، يعني انا مش فاهم، يعني ده دي إبادة جماعية دي، ولا يعني ما يعني انا مش من طبعي ان انا يعني الكلام يعني يبقى مش عارف اعبر عن اللي جوايا يعني، بس الموضوع غضب على حزن، على قهرة، على بكاء، على كل حاجة. يعني أنا أقسم مش عارف، يعني أنا على الأقل ندعي لشهدائنا في فلسطين بالرحمة، وندعي لأهلهم بالثبات، وندعي لهم بالنصر يا رب من عندك، يا رب يا رب النصر من عندك يا رب، يا صانع المعجزات سخر لهم ملائكتك لينصروهم يا رب، نصر عزيز مقتدر، انك قادر على كل شيء يا رب العالمين. ادعوا لهم يا جماعة بكثافة، ادعوا لهم، ده اكتر وقت هما محتاجين فيه الدعاء. المناظر اللي في الفيديوهات والصور مرعبة مرعبة، حاجة أقسم بالله يعني مفيش، أنت تحس إن أنت مش مستوعب. يعني يا جماعة ده بجد إخواتنا اللي في فلسطين هم اللي بيحصل فيهم كده؟ إبادة جماعية، تضرب مستشفى يا فاجر، بتضرب مستشفى
لا ويقول لك اصل الهلال الاحمر معاه كل الاحداثيات بتاعت المستشفيات وسلمها للاوساخ اللي هناك، فالاوساخ ضربوا اخواتنا في فلسطين وضربوا المستشفى. يعني انا قبل الفيديو انا حاولت اتمالك نفسي عشان اطلع اصور، ولازم اصور. اعذروني الناس اللي دخلت تتفرج على كورة، مش وقت كورة خالص، اقسم بالله ما وقت اي حاجة خالص خالص. ملعون ابو الكورة، على ملعون ابو الرياضة، على ملعون ابو الضحك، على يعني حاجة صعبة لدرجة لا تتخيلها، لدرجة لا تتخيلها. موضوع كارثي بكل المقاييس، والله العظيم اقسم بالله. الموضوع يوميا الواحد متأثر نفسيا بطريقة على اخواتنا، الواحد حاسس ان هو لو ضحك يبقى بيخونهم، لو فرح يبقى بيخونهم، لو عمل اي مصدر من مصادر البهجة يبقى بيخونهم. مفيش واحد بيصحى من النوم يروح الشغل يرجع ينام، يصحى من النوم يروح الشغل يرجع ينام، لا عايز تتفرج على تلفزيون ولا ما بتعملش حاجة انت بتتابعهم. لدرجة ان انا وحياة ربنا وانا سايق العربية الصبح رايح الشغل انا مشغل بسمع، بتفرج مشغل جزيرة لايف وقاعد اسمعها ايه اللي بيحصل، اخبار ورا اخبار مش عارف ازاي في بني ادم عاقل عنده عقل، ما عندوش جزمة ولا خرى في دماغه بيتعاطف مع الانجاز دول. انا اقسم بالله ما فاهم، يعني انا مش عارف اتعاطف مع يقول لك وستاند ويز زفت الطين اللي بيضربوا اخواتنا في غزة، هتتعاطف معاهم ازاي؟ انت في ام في ميتين ام دماغك ايه؟ انا والله العظيم ما فاهم. مفيش انسان عاقل في الكون ينفع يتعاطف غير مع اخواتنا الفلسطينيين. بس بقى الفيسبوك يوقف ام الفيديو، يحذف ام الفيديو، يخرب اي خرا، مش فارقه معايا. على الله الرزق، اقسم بربي الرزق على الله. بس اللي بيحصل ده زياده. اشوف واحد يقول لي اصل انا عربي محايد عند امك، على طول على طول، ما والله ما بقى فيها كلام ولا فيها مناهده ولا فيها ادب ولا فيها ادب، عند امك. التعاطف بس مع اهلنا في فلسطين، مفيش غير كده. ما اسمعهاش، محدش يجي يكتب لي في الكومنتات احنا صفحة رياضية انت هتتكلم لي في فلسطين، اطلع بره الصفحة، ما ترغيش، اقسم بالله مبهرج، اطلع بره الصفحة. مش متعاطف مع اخواتنا الفلسطينيين، اطلع بره الصفحة، ما تقعدش دقيقة، مش عايزك والله العظيم. ما تناكى ولا تكبر قسما بالله، ولكن احساس وقلب. يجي واحد من كام يوم، ايه واحد كاتب لي يقول لي انت فلسطيني ايه يا عم، بس دي صفحه كوره، كلمني عن الكوره ومش عارف ايه، يا اما اعمل لك عدم متابعه، اعمل ام عدم متابعه. ايه يا عم كوره ايه وخرا ايه، احنا في ايه ولا في ايه؟ اه طلعت امبارح كلمتكم، وبكره لو حصل حاجه في الكوره هكلمكم، لان لازم الواحد يحاول يفصل شويه عشان بالمنظر ده احنا انا بطلع اتكلم معاكم في الكوره حتى ولو امبارح ولا اول، انا بحاول ولو لفتره صغيره الواحد يفصل عشان الموضوع صعب صعب. ربنا يكون في عون اخواتنا في فلسطين، اقسم بالله اللي ما بيفصلوش. الموضوع نفسيا صعب، واحد لازم يفصل ان شاء الله 10 دقايق، ان شاء الله ربع ساعه. انا من كتر الاخبار اللي بتنزل ومن كتر الواحد بيبقى ساعات قاعد بيبكي غصب عنه، بروح قافل الموبايل وحاط ايدي على راسي، افصل شويه، تحس ان دماغك صدعت ومش قادر من الحزن. الموضوع والله العظيم كارثي. ندعي، يعني ما فيش في ايدينا حاجه غير ندعي.
ادعوا يا جماعة، ادعوا، كثفوا الدعاء. ربنا كبير، ربنا كبير، ربنا كبير، اقسم بالله العظيم وقادر، قسما بالله العلي العظيم ثلاثة، قادر في لحظة يزلزل الارض من تحت اقدام الانجاز دول اللي بيضربوا في اخواتنا الفلسطينيين. والله العظيم في لحظة ربنا قادر يبعت من عنده، قسما بالله، قسما بالله، ربنا في لحظة قادر انه يبعت من عنده ملايكة يسخرهم على هزيمة الانجاز دول.